فانا ما جيتش لهنايا باش نخرب البلاد ولا باش نخرب الاقتصاد ديال المغرب، جيت لهنا وباش يكونوا الناس ديك الساعات راضيين عليا وصوتوا عليا. لا بغاو يصوتوا عليا على خاطرهم، ما بغاوش يصوتوا عليا لهم واسع النظر. انا جيت باش ندير الاصلاح، والاصلاح غنديروه مهما كلفت باش تكون الامور واضحه.